السلام عليكم يا جماعة. احنا النهاردة رايحين مسجد الازهر هنصور فيه. انا حابب بس ادي انترو بسيطة كده عن المساجد في الاسلام. وخلينا نبدأ بأول مسجد مهم اتبنى في الإسلام، كان هو مسجد، طبعا هو أول مسجد اتبنى كان مسجد قباء، لكن ما بعد مسجد قباء كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا للأسف في وقتنا الحالي المسجد مجرد هو مكان بنروح نصلي فيه ركعتين ونمشي، أو نصلي فيه الفريضة ونمشي، والحقيقة أن ده ما كانش حال المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. المساجد، المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحديدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مش بس دار عبادة، مش بس ان الصحابة بيروحوا يصلوا ويطلعوا، لا ده كان مقر اجتماعات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي بياخد فيه القرارات بتاعته، المكان اللي بتطلع منه الرسائل للملوك، المكان اللي بيعلم منه الناس. ودي كانت نقطة مهمة جدا ان الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نشروا الإسلام. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ تعلموا منه في المسجد، فهو كان المدرسة، كان دار العبادة، كان مقر الرئاسة، كان كل حاجة. وده طبعا ما بنشوفوش في الوقت الحالي. وبالمناسبة الجامع الأزهر لحد دلوقتي بيتم تدريس فيه، في أروقة الجامع الأزهر بيتم تدريس فيه كل العلوم الشرعية تقريبا بنخبة من أكبر العلماء في الأزهر الشريف. بالمناسبة احنا دلوقتي جنب الجامع، لو ممكن تجيب هنا زي ما احنا شايفين، ده مدخل الجامع الأزهر. الحمد لله بعد 4 ساعات في الجامع ما طلعناش بولا مشهد، طردنا عشان التصاريح وكده، التصاريح ما نفعتش. متشكرين يا حكومه، متشكرين قوي بقى يا بلد، بس ان شاء الله خير يعني. نتصرف رابع دخل، رابع نازله ليا للجامع الازهر. نزلنا مره شفنا ان احنا محتاجين تصريح، المره الثانيه جبنا تصريح، المره دي يعني صراحه الحمد لله، بس ان شاء الله نتصرف باذن الله. قفل يا باشا على كده. طول عمري كان بيتقال لي في اماكن ما بتروحها بتحس باحساس مختلف عن اي مكان تاني، او مثلا بيجي لك شعور بروح مش موجوده في مكان تاني. كنت بستنفخ الكلام ده الصراحه يعني، وخصوصا الاماكن اللي هي الاثريه او كده، او مثلا عماره معينه او كده، ما كنتش بقى يعني، انا مش دي الانتف بتاعي في حياتي يعني. اما ومثلا يعني على سبيل المثال مثلا مساجد، مثلا كان بشوف مثلا انا قدام بيتي مسجد وبصلي فيه، ما بحسش بحاجه يعني، مسجد يعني طبعا اطمئنان وكل حاجه، بس ان مش 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 حاسس بالروح اللي بتوصف لي. لحد ما رحت جامع الازهر، ودي كانت اول رحله ليا ان انا اروح مكان مميز زي ده. اول ما دخلت الجامع، نبتدي بس الاول اللي انا شفته النهارده، هتكلم مع جامع الازهر على حسب تجربتي بيه يعني، اللي انا شفته بالظبط واللي انا حسيت بيه، ومش مجرد بس ان انا اجيب معلومات عن مخلات او حاجه، لا انا اللي انا شفته بعينيا يعني. اول ما دخلت من جامع الازهر، دخلت مبدئيا من باب الميزانين. اول ما دخلت لقيت على شمالي باب، ولما قربت منه لقيت مكتوب كده يافطه صغيره مكتوب عليها مدرسه الابغاويه. وبعدين ببص فوق لقيت في مأذنة كبيره، ومن الشرح اللي انا اتشرح لي في المحاضرات ومن الناس وكده، عرفت على طول ان بما ان انا داخل من جامع من باب الميزانين، فان دي مأذنة قايد باي. مشيت قدام شويه على يميني، ما دخلت لقيت برضو باب تاني ونفس اليافطه الصغيره مكتوب عليها مدرسه التربوصيه. دخلت المدرسه وعرفت ان هو ما بقاش يدرس فيها حاجه، هي مجرد مكتبه طلاب بيجوا ياخدوا منها كتب وبيقروا في الاوضه دي بس، لكن مش بيدرس فيها حاجه. دخلت الجامع من الباب بقى، ولقيت فوقيه التلات مأذن اللي دايما كانوا بيتشرحوا لي، وعرفت كل مأذنه من الصور اللي كنت بشوفها في بره في المحاضرات وفي المشرح، وعرفت اميز كل مأذنة من التانية. يعني مثلا على سبيل المثال مأذنة الغوري
عرفتها على طول لانها بيميزها الراسين اللي فوق. كل مأذنة تانية بتبقى راس واحدة، مفيش دي فيها راسين. وفوق الباب باب المزينين مأذنة قايد باي كده، مبقاش المأذنة الأخيرة اللي هي مأذنة الأبغوية. برضه الأحداث اللي حصلت في الأزهر كتير جدا، منها الحملة الفرنسية، وكان بيلقى فيها خطب لجمال للرئيس جمال عبد الناصر، ويعني القصص لات يعني قصص احداث حصلت. والاصل جامع الازهر كان شيعي وبقى سني على ايد صلاح الدين، فهو جامع الازهر احداثه لا تعد، من الحمله الفرنسيه، الخطب اللي كان بتتلقى فيه من الرؤساء زي من رئيس جمال عبد الناصر، فاحداثه كتيره جدا. لو اتكلمنا عن احداثه يعني مش هنخلص. فالنهارده بالذات هنركز على حدث مهم جدا، يعني حصل فيه حاجات مشيقة، الحملة الفرنسية ونابليون قصته مع جامع الأزهر، ودور مسجد الأزهر وقت الحملة الفرنسية، والأحداث اللي تمت فيه وقت الحملة الفرنسية، وعمل إيه نابليون، وإزاي تغلبنا إن إحنا نطلعهم من الجامع. الحملة الفرنسية على مصر كانت جت في سنة 1798، وكانت كان الهدف منها حماية مصالح فرنسا في المنطقة. طبعا الفرنسيين دخلوا القاهرة، وكانوا التقوا مع المماليك في معارك عديدة، ويتهزم المماليك في المعارك دي. بالتالي كنتيجة لهزيمة المماليك في المعارك أصبح البلد من غير سلطة حاكمة، لأن المماليك طبعا كانوا هم الماسكين السلطة. تولى زمام السلطة شيوخ الأزهر والمشايخ في الوقت دوت، وأصبح الناس طبعا الفرنسيين يعني بهدلوا المصريين ويعني وروهم الويلات يعني. بالتالي كان مفهوم المصريين على الموضوع إن لازم الفرنسيين يمشوا، ولازم إن إحنا نصور عليهم. جه السيد نقيب الأشراف عمر مكرم، كان بينزل بيلف في شوارع القاهرة ويدعو الناس للجهاد، وكان الناس بتطلع من بيوتها، وما كانش بيفضل في البيت غير النساء والعواجيز. الناس دي كانت بتروح فين؟ كانت بتروح تتجمع حول جامع الأزهر كنقطة لتجمع الناس. طبعا كانوا بيجمعوا فلوس ويشتروا اللي هيستطيعوا اللي هم الادوات اللي هيستطيعوا ان هم يقاوموا بها الفرنسيين، لان مفيش جيش نظامي يحارب الفرنسيين. وفي نفس الوقت الازهر لمكانته في 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 القاهره ولمكانته في تاريخ المصريين في ذلك الوقت، كان هو انسب مكان لان هو يكون نقطه تجمع للمصريين. ونتيجة برضو للخلفية الدينية للأزهر، وكنتيجة إن العقيدة بتاعت المصريين كانت إن ده عدوان ظالم وعدوان طاغي علينا، فإحنا من منطق الجهاد ومن منطق إن إحنا لازم ندافع عن أرضنا، كان المنطق كان ديني بشكل ما. فبالتالي كنا محتاجين مرجعية دينية، أو كان المصريين محتاجين مرجعية دينية يرجعوا ليها. كانت المرجعية دي كانت هي شيوخ الأزهر، وكانت هي مؤسسة الأزهر نفسها. طبعا المصريين تجمعوا حوالين جامع الأزهر بأعداد كبيرة من المناطق المجاورة، ومش بس كده، برضو المصريين من القرى بدأوا ينضموا ليهم. وطبعا اللي معه عصيان واللي معه أي حاجة ممكن تساعدهم في الحرب الفرنسيين كانت بتكون موجودة. بدأ المصريين وصل عددهم لحوالي 15,000 واحد، بدأوا ان هم يطلعوا، لان زي ما قلنا كان الازهر كان هو مركز الثورة. بدأ المصريين ان هم يطلعوا يروحوا مثلا لمكان للفرنسيين حاطين فيه سلاح، او لمكان الفرنسيين موجودين فيه ويبدأوا يهاجموهم. استمر الوضع دوت فترة لحد ما ادرك الفرنسيين ان الازهر هو مقر الثورة عليهم. حطوا المدافع على هضبة المقطم، وبدأوا بقصف الجامع الأزهر. لم يراعوا حرمة المسجد، ولم يراعوا
إن المسجد مكانة عظيمة في قلوب المصريين، ولا القداسة قداسة دينية للمسجد، لم يراعوا أي شيء. بدأوا بقذف المسجد بالمدافع، وطبعا مش المسجد بس، المناطق المجاورة ليه كمان، ودخلوا بخيولهم في الجامع الأزهر، لم يراعوا له حرمة، وبدأوا إن هم يقطعوا في المصاحف، ربطوا الخيول في المحراب بتاع المسجد، وشربوا الخمور في المسجد. يعني عملوا ما لا يستطيع قلم أن يصفه. يعني بعد كده استمرت الثورة، استمر الوضع على ما هو عليه، وطبعا صدر قرار من نابليون بمذكرة اعتقال لشيخ الأزهر وقتها، اللي هو كان الشيخ عبدالله الشرقاوي. حصل إن في وقت ما في الحملة الفرنسية تولى القيادة كليبر، طبعا قتل على يد سليمان الحلبي، وهو بالمناسبة كان طالب من طلاب الأزهر، كان في رواق، كان من طلبة رواق الشام. طبعا ده كان ليه أثر كبير في نفسية الفرنسيين. بعد كده الشيخ عبد الله الشرقاوي شاف إن في ظل الأوضاع الحالية يعني مستحيل إن تستمر الدراسة في الجامع الأزهر، فقرر إن المسجد يتقفل. وفعلا اتقفل المسجد لمدة سنة كاملة، لحد يوم 2 يوليو 1801. وبعد انتشار أخبار الصلح بين الفرنسيين والعثمانيين، فتح المسجد أبوابه مرة تانية، وبدأ الناس إن هم ينظفوا المسجد من القاذورات ومن اللي كان حصل فيه من البهدلة من الفرنسيين. ورجعت الدراسة في المسجد مرة تانية، وبدأ الطلاب الأجانب يوصلوا للمسجد الأزهر تاني علشان يتعلموا العلوم الشرعية مرة تانية. ورجع الأزهر كما كان، ورجع الأزهر تاني بمكانته في قلوب المصريين، وبدأ الطلاب إن هم يتوافدوا مرة أخرى على المسجد لتعلم العلوم الشرعية، سواء طلبة أجانب أو طلبة مصريين. وظل المسجد مفتوح لحد دلوقتي، وإلى الآن بيتوافد على المسجد طلبة من جميع الجنسيات علشان يتعلموا العلوم الشرعية، ويتعلموا العلوم ينقلوها إلى بلدهم علشان يعلموا غيرهم من اللي لم تتح لهم الفرصة إن هم يتعلموا من الأزهر، المؤسسة العريقة، المؤسسة اللي هتظل منارة للإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم.